أننا نتابع هذه الصور التي تأتينا لنقل سيارات الصليب الأحمر للمحتجزين لدى حماس. قبل ذلك كان هناك إعلان من الصليب الأحمر والذي قال فيه بأنه بدأ عمليات نقل المحتجزين من غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة، وهذه أول صور قريبة لسيارات الصليب الأحمر التي تقل المحتجزين. كنا أشرنا إلى أنهم 12 محتجزا تايلانديا وأيضا 13 محتجزا إسرائيليا. إذا هذا أول وأهم بند في الصفقة يتم تطبيقه الآن، ووفقا لتأكيدات الصليب الأحمر.